الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. اتفق رسول الله على الرحيل عن تلك القرية الظالم أهلها بعدما أدركوا أن الله سينزل غضبه عليها انتقاما لقتل حبيب النجار، فتركوها لعذاب الله الذي نزل بها سريعا بعدما ذكر الله تعالى أنهم كانوا قوما لا يستحقون أن يحرك إليهم جيشا من الملائكة لحربهم. فقيل إن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يأخذ بإضاضتي باب قريتهم ويصيح بهم صيحة واحدة، فإذا هم خامدون لا يتحركون. خمدت أصواتهم، سكنت حركاتهم، لم تبق منهم عين تطرف.